بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال الموضوع فيما يخص مبادئ الكيمياء، سنتحدث في هذا الفيديو بحول الله حول موضوع الهيدرات. وعندما نتكلم عن الهيدرات فنتحدث عن جزيئات الماء. الهيدرات تعنى في الماء. لو طلب إليك مثلا أن تعرف مثلا الاسم الاسم طبعا الأيوباك International Union for Pure and Applied Chemistry، حتى تكلمنا عنه. Okay, two. SO4. طيب هنا لابد أن نسأل بداية كيف يعني كيف هو عندي حالة الأيون هنا. طبعا معدن كي بوتاسيوم SO4 مارس. طب لاحظ هنا عندي انه متعدد الذرات، فنقول نترك الاول كما هو بوتاسيوم سلفيد فيت. طبعا هنا اعتذر، هنا ليس بالدي، هي بالتي، بوتاسيوم سلفيت. وهو ان البوتاسيوم سلفيت هو من الهيدرات. طيب ناخذ مثالا اخر. مطلوب الي Ni CO3. طيب ال Ni هو رمز لماذا؟ للنيكل. CO3 يوجد عندي أيضا متعدد، إذا يصبح هناك يعني يصبح عندي أنا الآن حالة من الامتزاج هنا. أستطيع هنا بداية أن أجد طبعا هنا الكربونيت، طبعا سي أو كربونيت حتى لا نيكل وكربونيت. هنا النيكل عندي لا أعرف شو واحد، هي واحد لا أعرف الشحنة، واحد إكس زائد واحد سي أو ثري شحنتان تساوي الصفر. لو حالة الإكس، إن الإكس عندي هنا تساوي 2، إذا أستطيع أن أقول إنه نيكل أنا عندي شحنتين، أضع الرمز الروماني نيتكل كربونيت كربونيت لأنه في النهاية أتى نيكل تو كربونيت. طيب لو أردنا أن نكتب المعادلة الآن، أعطاني مثلا منغنيز تو فلورايد، طيب نعرف الام ان جدول الدوري شحنتان فلور سالب
نستخدم الأسلوب الذي تعلمناه. فإذا طبعا أنا نؤكد أنه فلس يحوله أكثر من شحنة، تعتمد على ارتباطه. طبعا هنا الـ MN أصبح يذكر الـ MN مرة لأنه شحن مرة، ثم يأتي الـ F. الـ F أخذ اثنتان، مانغانيز، مانغانيز فلورايد. طيب Ag NO3. Ag رمز للذهب، عفوا للفضة. فنقول هنا Ag والسيلفر شحنة واحدة، بما أنه شحنة واحدة هنا عندي شحنة واحدة، إذا مباشرة أقول يبقى هو الاسم الأول كما هو، السيلفر، سيلفر. هنا عندي نايتريت، وأنا في النهاية أتى فأخذ الـ DE كما تحدثنا سابقا، نايتريت تحدثنا عنه في الفيديوهات السابقة كيف نغير الأسماء. طيب كروميوم، أوكسيد. طيب الكروميوم عندي Cr3، أوكسيد يعني عندي O بهذا الأسلوب، أصبح بهذا الشكل. فنقول بأن الاثنين Cr2، وهنا يصبح عندي O3. أتأكد من الشحنة، عندي 2 ضرب 3 زائد 3 ضرب سالب 2 يساوي 0، وهو المطلوب كما تعلمنا سابقا بأن الشحنة متوازنة. طبعا إذا هنا تعرفنا أيضا مرة أخرى كيف يمكن لنا أن نوازن في المعادلات. إن شاء الله أنه يكون الموضوع بسيط وسهل عليكم. أؤكد مرة أخرى على فكرة هذه الفكرة، يعني عندما يأتي عندي الرقم الروماني فهو رمز للشحنة وليس عدد الذرات، هذا مهم جدا. أنا عندي يعني Cr3، يعني بهذا الشكل تستطيع الطالب أن يحل المسألة بطريقة أسهل. وأكد مرة أخرى على أوكسايد، يأتي في النهاية أكسجين أوكسايد يصبح اسمه في النهاية، نفس الكلام هنا. وعندنا السيلفر بقي كما هو، سيلفر نايترايد. نايترايد نتحدث في الفيديو اللاحق كيف نغير الأسماء بهذا الشكل، نيتروجين نايترايد بهذا الأسلوب كيف أصبح. هنا أيضا أؤكد على فكرة الشحنة أيضا، كيف أن وزناها، منغنيز فلورايد، كيف أننا عرفنا أن الفلور له شحنة واحدة سالبة، وبناء عليه تحركنا هنا. عندي النيكل، هنا عندي CO3 الكربونيت. أرجو يعني في النهاية أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.